قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية، وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 من سبتمبر الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أحمد أبو الغيط في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب مع رئيس الدورة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأوضح أبو الغيط أن الاجتماع سوف تتم الدعوة إليه من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن. وزير الخارجية اليابانية تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن الوزراء العرب وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة عن تأييدنا لهذه الملحوظة، لأنه هو قال عندما نتحدث عن أراضي محتلة أو عن استخدام القوة أو عن خرق القانون الدولي فلا يجب أن إحنا نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ. فأنا شخصيا سقفت ليه، وبالتالي في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة تحديدا، لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديدا، وفي نفس الوقت لا يعترف أو لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية.